بعث صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال الهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه برقيه تهنيه الى كل من ديفيد جونستون حاكم عام كندا وذلك بمناسبه اليوم الوطني لبلاده كما بعث سموه برقيه تهنيه اخرى الى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهوريه الصومال الفيدراليه وذلك بمناسبه ذكرى يوم استقلال بلاده كذلك بعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنية أخرى إلى الرئيس باول جامي رئيس جمهورية رواندا وذلك بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده هذا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد